نذهب مباشرة إلى حمص ومراسل الإخبارية السورية من هناك أسامة ديوب، طلعنا على آراء أهل حمص بهذه العملية، عملية مصالحة وأخلاء المسلحين إخراجهم من حي الوعر. أليك أسامة، كيف ينظر الشارع الحمصي لهذه الخطوة؟ أسامة تفضل. نعم، الإخبارية السورية تنقل بثها من بعبر حي الوعر إلى وسط مدينة حمص لتنقل لكم مزاج أبناء حمص والشارع الحمصي حول سير عملية خروج المسلحين من حي الوعر وتنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية حي الوعر. معي بعض المواطنين الآن نستطلع آرائهم حول هذه العملية. يعطيك العافية. اليوم المسلحين بدأوا بالخروج مع عائلاتهم خارج حي الوعر لتكون مدينة حمص بعد شهرين ستعلن مدينة آمنة. هذا الشيء أنت كأبن حمص شو بيعني لك؟ والله هذا بالنسبة لي أنا بيعني لي الكثير. أول شيء حمص شعب التفجير، شبع التفجيرات، شبع مآسي، شبع الدماء. إن شاء الله المصالحة بالنهاية تتم على خير وما يكون في تطورات سلبية على الساحة الحمصية هذه. أول شغلي نحن منقول نحن مع المصالحة ضد الإرهاب بأي شكل من الأشكال. ثاني شغلي إن شاء الله يتم النصر الأكيد بحمص كلياتها، وتنضف مو بس الوعر، تنضف باقي أحياء الوعر وكل أحياء سوريا وكل أماكن سوريا. طبعا بنهدي هذا النصر الكبير للجيش العربي السوري ولسياده الرئيس بشار الاسد، الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. انت عم تتابع حاليا عمليه خروج المسلحين من حي الوعر، هذا الشيء كيف عم تتابعه وشو بيعني لك انه حمص تكون مدينه امنه؟ اول شيء هذا النصر بنهديه للجيش العربي السوري بالدرجه الاولى، ونحن نتمنى انه يعود الامان والاستقرار الى ربوع المحافظه. نحن بنترحم على جميع ارواح الشهداء مدنيين وعسكريين، وان شاء الله ترجع الأمان والاستقرار لحمص كلياتها. نعم زملاء، أيضا معي بعض المواطنين. يعطيك العافية. بالنسبة لك خروج المسلحين من حي الوعر وأن تكون مدينة حمص مدينة آمنة خالية من سلاح مسلحين، هذا الشيء أنت شو بيعني لك؟ أول شيء الله يحمي الجيش العربي السوري ويرحم الشهداء جميعا. طبعا هذا الشيء بيخلينا نمشي بحمص بأريحية. حمص عانت كثير من الإرهاب وحلها يعني تنعم بالسلام بقى. الله يعطي العافية لجيشنا ومن تحرير لتحرير لتحرير، وإن شاء الله عقبال الريف اللي تابع لمدينة حمص بإذن الله إن شاء الله. أهلا وسهلا. بس لخروج المسلحين من حي الوعر وأن حمص تكون مدينة آمنة، هذا شيء شو بيعني؟ هلا هذا بيعني شيء كتير كبير، فرحة حلوة لأهل حمص بالتحديد. بركي بيرجع السلام، بيرجع حمص مثل ما كانت وأحلى إن شاء الله، والله يحيي الجيش بفضله نحن ما بنكون شيء. يعطيك العافية أخي. أنت عم تتابع عملية خروج المسلحين تنفيذ المرحلة الثالثة حاليا؟ طبعاً. كيف عم تتابع العملية؟ هذا خطوة كتير حلوة، بيرجع الأمن والأمان، بيزيد الأمن والأمان، بيرجع ازدهار اقتصادي أقوى لمدينة حمص، المدينة الهادئة، المدينة الحلوة. طبعاً هذا كله هذا الشيء بفضل دماء الشهداء والقيادي والسياسي الحكيمي والرحمة والخلود لكل شهدائنا، وبإذن الله شفاء العاجل لجميع الجرحى. شكراً. يعطيك العافية. عملية خروج المسلحين اليوم مستمرة بحي الوعر، بالنسبة لك أنت عم تتابع الموضوع كابن مدينة حمص، بالإضافة أنت هذا الشيء شو أهميته لمدينة حمص بعد خروج المسلحين وأن تعلن مدينة حمص مدينة آمنة وخالية من سلاح المسلحين؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين على الإنجاز، والله يعطي العافية كل شخص اشتغل فيه وصلنا لهل وصلنا له نحن. الحمد لله يعني خروج المسلحين يعني أن المدينة رجعت آمنة، من كل مفاصل الحياة فيها بترجع أفضل وأحسن من كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية، كان من ناحية تجارية، كان من ناحية الإدارية. أنت اليوم حر، تصير حركتك حرة، تحركك بكيفك بحرية تامة، ما في أي شيء بزعج، ما في خوف. يعني حمص عانت على مدى سنوات من الخوف ومن القتل ومن التهجير، هلأ الحمد لله بهمة أبطالنا بالجيش والقائمين على الأمور هاي الحمد لله رجعت المدينة إن شاء الله تكون مثل أول وأحسن وتكون بداية لكل سوريا. هالوضع هذا اليوم انت التاجر اليوم في قوي قلبه يشتغل، المواطن فيه يتحرك بكل الاسواق، اللي بده يعمر، اللي بده يبني، اللي بده ينظف، كله بيشتغل بحريه ما كانت موجوده من قبل، كان كله في 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 اذى، في قذائف، في 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 مشاكل كثير. هلا الحمد لله ان شاء الله تكون بدايه جيده للجميع والكل بيرجع بيعيش حياته بحريه تامه والحمد لله رب العالمين. بالنسبه لك قبل مدينه حمص شو اكثر مكان راح تزوره بحي الوعر عند خروج المسلحين منه؟ والله نحن كنا بشكل دائم نوصل للحدائق الموجوده، هالمطاعم الموجوده كانت الحمد لله كان في نهضه كثير كبيره بهالموضوع السياحي بالوعر من الحدائق والملاهي وغيره. كنا ناخذ دائما العائله الاولاد ونتفتل، خسرنا هالموضوع بس ان شاء الله بنرجع من جديد نبلش نشوفه ونشوف المظاهر الحلوه، و
والله يعطيكم العافيه جميعا. نعم هذه كانت اراء ابناء مدينه حمص، هذه المدينه التي دفعت ثمنا غاليا فداء للوطن. ابناء مدينه حمص عانوا جدا من تفجيرات ارهابيه خلال السنوات الماضيه، ولكن عبروا عن صمودهم وتماسكهم وتمسكهم بالوحده الوطنيه. المجموعات الارهابيه كانت قد حاولت استهداف احياء مدينه حمص وهدفت الى شرخ المجتمع في المدينه، لكن ابناء حمص كانوا اقوى من كل الاهداف التي سعت اليها المجموعات الارهابيه، والتي كانوا يسعون ايضا لان تكون مدينه حمص هي ما يسمى بين قوسين عاصمه الثوره لهم، ولكن مدينه حمص كانت صمامه امان لكل محافظات سوريا من خلال ابنائها الذين صمدوا في وجه الارهاب. طبعا نحن مستمرون في تغطيه اجواء سير عمليه خروج المسلحين من حي الوعر، وايضا رصد اراء المواطنين في مدينه حمص حول سير هذه العمليه. عوده اليكم زملائي في الاستديو. سامة ديوب مراسل الاخباريه السوريه في حمص كنت معنا، شكرا جزيلا لك.